وان إذن ودا سلام إذا مامبا ومدى إسلام كا شعب كا سوماليات ماشي نسوي ميت ما إن شاء الله ما أنت ما نأرق تتصدى أوفر بدن ويسوس وبحام مناسبة عيد الفطر عيد ونكسب بان إذن لا يهاي همبليو وان إذن سو قد بنا يو مناسبة عيد مبارك وانو قد بنا يو دمان با داتك إسلام كا دافها أدونك كتشوغا شعبك الصوماليات ملك استوي تشوغان هي خاصهان داتك هده حلوان كانوا هاي ريرسلي وحندون يا إن إلهي كبر إنه إن عيد ونكسن نقطه عيد فرحد له عافماد بشبش برواقو هي برادة إن تكو إيدان وحن إلهي كرتشين يا عيدا عيد إذا كلا إنه أنجو نبضة نو غارسيو عافماد نقبنا ما أنتنا سمائية فرحدنا كو إيدنو وحكالون دون يا إن إلهي يغبريو ومدها إسلام كي تباليسن مشكلة دا علاد دا أبارت إيا دباتوين كالتكة جرا إنو إلهي كقادو خاصة للكا آن حرير كا والالت نمدا وداقني سوماليا إنو إلهي نبد كاتس كاكينو نبد أي دادكو كونو لادان مشكلة دوان كد لاعد دلك السودان دتك مسلك السودان وحن إلهي وقبرينا إن وإلهي آمين أمان إيو نبات سيو حسوس دير هذا وحن أدرينا ولا لدينا فلسطين إقابة هاي ستا وحن لنا هاي وان إذن قرب تاغن هاي إلهي قرب كينا حقلو مسلمين تا إنديا خاصة كشمير لباتة هاي ستا وان قرب تاغن هاي يا مال كاستو مسلمين تو يكون دباتي سنجين وحان الله يغبرينا انو عافماد نبد يو وناكسيو ودم بس وحان الله هاي ماشي سيدا ان سكو سو بحني مسلمين ما نكو سو بحني انا هو اسكو ودا دوبان واسو ودا تشعل ايان سكو نمد قبيل اي قوي سكو هلكن كومان ايمان وحان شعل هاي ان هلكا كسي ودنون سري وسي قادنو او ان حوشينو من نمدنا إيه وذا شركنا إيه وذا شقين تنا إيه كلا دمبين تنا إيه اسمه قل كنا قول وين بانجارينا هدي أنا سكوت دبنانو هدان هاي ذاتك الصوماليات وح صومالي نمد أنا كوفي عن تهاي إيه مسلم نمد إن هير هو سو كلا لوسي وذا وح فائدة ولا ده ولي ودن كنا نشوجنو وأنا جو أن كنت ريرنا هاي وحنو في عن إن أن حوجنا كم يشنو من نمدنا إيه وذا شركنا marka waxaan ilaahay ka baryaa inuu idin waafajiyo midnimadiina kalgacayl iyo wanaag iyo walaaltinimada inaad ku noolaataan xaafadan waad aragtaan inaan ku soo korornay ganacsigeennana uu caadaasi marayo tiradeennu inay soo kordhayso ilaahay mahadii dad tiro yar baan ahaan jirnay maantana waan isdhalnay ubadkeenna iyo caruurteenni baa meel kasta jooga inaad xoojisaan aqoonta weliba iyo dhaqanka soomaalida qurba jooga way dhaqan wareegayaan af soomaaligu qurbaha caruurta ku nool iminka kuma hadasho diintuna way ciriiri bay ku tahay marka waan ogahay qurba joog fara badan inay dib ugu soo noqonayaan oo isliina ay xaruntoodii tahay maanta marka xoojiya aqoonta iyo waxbarashada iyo madrasada caruurta iyo diintana ku adkaysta marka asalaamu calaykum waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan